يعاني شارع جسر الملك الحسين بن طلال في لواء الجونة الجنوبية من تدهور في البنية التحتية وغياب تام لعوامل السلامة العامة. يمتد الظلام الدامس أيضا على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات. يفتقر الشارع إلى الإنارة الكافية، وتشهد المنطقة بقايا إطارات مركبات وتفتتا في أحجار الجزيرة الوسطية وتهتكا في الحواجز المعدنية على جوانب الطريق، كما تتواجد فتحات عشوائية لالتفاف السيارات مما يجعل الحوادث المرورية أمرا شائعا. هذه المشاهد أصبحت مألوفة لسالكي الطريق، مما يعكس بشكل واضح حجم المشاكل التي يعاني منها الشارع. التفاصيل في هذا التقرير. في البحث عن المشاكل الخدمية في محافظة البلقاء لا تجد جديدا مختلفا عن تلك المشاكل التي تتعلق بالبنى التحتية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين. فللشوارع في الشونة تضاريس تشوه طبيعتها لا يعرفها إلا من يمر بها، ويتكبد خسائر في إصلاح مركبته نتيجة الحفر والمضبات العشوائية. يعرف المواطنون شوارع ومشاكل المنطقة جيدا ويضعونها بكل تفاصيلها أمام المسؤولين. احنا لواء الشونة الجنوبية بشكل عام قاعدين نعاني من اي اشي اسمه مطبات، يعني احنا بشارع واحد صيدين تقريبا في 17 مطب. احنا عدم المؤاخذة نطالب انه هالشوارع هاي على دور المية ما تعرف انك تمشي على الرصيف او تمشي على الشارع، يعني كل اسبوعين قاعدين نحط صراب ورصاد. يعني تفرجوا على الشوارع، هذا شارع، هذا منظر شارع، هذا سوق، سوق الناس تفوت تشتري وكل شيء، هذا منظر شارع سيارات تمرق به. هذا الشارع العام شارع سياحي وتجاري وزراعي، مهمل ولا حدا قايل له وين رايح. العنار صار لها سنه زي ما انت شايف، رد عليها نشوف شنشوفه مسحه، حاطين له عمود واجنحه بدون لمبات، ولا في اناره الدينات ينطن من فوق الدوار اللي مكلف مبلغ وقدره. شوارع الجوفه مو ملاحقين اخواننا السواقين، ولا احنا اللي عندنا سيارات خاصه ملاحقين نصلح تصليح. وهذا الشارع يسمى باسم جسر الملك الراحل الملك الحسين بن طلال. فهذا الشارع لغايه الان تم تسليمه منذ عام ولم يتم انارته لغايه هذه اللحظه، وبالاضافه هناك تداخلات سير وفتحات غير قانونيه مما يؤدي الى حوادث سير كثيره تودي بحياه المواطنين وماديا ومعنويا. فيجب على وزاره الاشغال اناره هذا الشارع وترتيب فتحاته ووضع شواخص مروريه لتنبيه السائقين. شارع حيوي، شارع ذا اسم عريق، ويعتبر أيضا شارع دولي على جسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين. المشاكل المشابهة يمكن سحبها على كثير من المحافظات ومناطق الأطراف، وما تراه البلديات خارج الموازنات يراه المواطنون أولوية طارئة. عبد الله خريسات، رؤية. إذن نرحب بضيفنا السيد عمر محارمي الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان. يعطيك ألف عافية سيد عمر. الله يعافيك، يسعد مساكي ومساء كل مشاهدي قناة رؤية. نعم، كيف تقيمون أنتم هذا الشارع؟ بداية يعني وللأمانة أنا الملاحظة مش واضحة عندي عن أي طريق. إذا كان الحكي عن الطريق المؤدي من إشارات الشونة إلى منطقة إلى جسر الملك حسين، فهذا الطريق نفذنا عليه العام الماضي مشروع صيانة وتوسعة لأجزاء منه اللي واصلة عند الجسر، وهو موضوع ضمن خطة الوزارة عن التنفيذ لمشروع تأهيل جسر الملك حسين، لأنه في مشروع متكامل لتأهيل جسر الملك حسين بتضمن أيضا توسعة وإعادة تأهيل لهذا الطريق بشكل كامل. إن شاء الله أنه هذا المشروع حاليا هو قيد الدراسة، وإن شاء الله أنه ننجز هذه الدراسات بأقرب فرصة حتى يتم وضعه على جدول أعمال الوزارة. يعني هذا كل ما يعني ما أستطيع قوله بالنسبة لهذا الطريق. سطح الطريق حاليا بوضع متوسط، مش سيء ولا هو ممتاز، لكنه مقبول وسطح الطريق ما في أي مشاكل. بصراحة من خلال التقرير أنا ما قدرت أنه أميز أنه الحديث عن هذا الجزئية أو عن جزئية أخرى من في منطقة الأغوار الوسطى.
في الذكر أن هناك لربما سؤال من قبل المواطنين حول الفتحات الالتفافية التي يقوم بها بعض المواطنين، وهي ليست فتحات من قبل وزارة الأشغال. سيكون هناك صورة الآن يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. رأي الأشغال في هذا الملف، وهل من الممكن معاقبة المواطنين الذين يقومون بفتحات التفافية كما يرون؟ يعني بالطبع، لكن موضوع المخالفات على الطرق مهما كان شكلها مهما كان نوعها يعني مش من مهام وزارة الأشغال ضبطها. احنا اذا كان في ملاحظات على بعض الفتحات اللي استحدثوها المواطنين، احنا بكره باذن الله راح ننزل فريق فني يعيد التقييم، نشوف يكشف على هذا الطريق اذا كان في فتحات مخالفه يعني معموله بطريقه لا تراعي عناصر السلامة المرورية، سيتم معالجة الأمر بإذن الله اعتبارا من يوم الغد. نعم سيد عمر، أختم معك، هل هناك مشاريع تقوم بها الأشغال حاليا في الشونة الجنوبية؟ يعني في مشاريع، احنا مشاريع الإدامة هي مشاريع مستمرة ودائمة من خلال مديرية أشغال البلقاء. هناك أعمال بشكل يومي لتعزيز عناصر السلامة العامة، لتفقد الطرق، أعمال الصيانة الطارئة حيثما لزم. نعم، الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان سيد عمر محارمي، كل الشكر لك.